مشاهدينا بدي احييكم عبر الحال عنا ام تي في، ومثل العاده دائما بنبلش برنامجنا بالمعلومه، واليوم معلومتنا عن طقس. بنشوف سوا. بنشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية لغاية السبت 8 شباط بيتحول إلى متقلب بانتظار وصول المنخفض الجوي كريم بدءا من ظهر الجمعة، حيث رح يصير في أمطار وعواصف ورياح قوية وأيضا كتل هوائية شديدة مع تساقط ثلوج لتصل إلى علو 700 متر. أما مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشيل فريم فوجه كتاب إلى محافظ البقاع اليوم، بيقول فيه بيتأثر لبنان يوم الخميس 6 شباط بمنخفض جوي بيتحول لعاصفة ثلجية بترافقها برودة قاسية ورياح قوية، بيتوجب أخذ الاحتياطات التالية: الجمعة ثلوج مع تراكم على ظهر البيدر وترشيش مع احتمال جليد نهارا، السبت ثلوج مع تراكم على 700 متر والبقاء مع احتمال كمان جليد نهارا، الأحد ثلوج تنحس لحل محل صقيع قوي على ارتفاع 600 متر والبقاع، ويتوجب رش الملح على الطرقات. أما التنين فجليد قوي جدا يصل إلى 400 متر وبعض مناطق عكار، يتوجب رش الملح على الطرقات، وبالتالي دايما أخذ الحيطة والحذر. حبيت بلش بهذا الموضوع حتى أقول أنه المعنيين بالأرصاد الجوية عم بيوجهوا للمسؤولين وللرأي العام عن حال الطقس للأربع أيام المقبلة، من هيك واجب أخذ الاحتياطات من كل الجهات المعنية، اولا المواطن، اثنين اكيد وزاره الاشغال والدفاع المدني صليب احمر، وبالتالي البلديات كمان. متابعه. الأسبوع الماضي اتصل فينا رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار المختار زاهر الكسار، وحكينا عن واقع الشؤون الاجتماعية اللي عم بيروح للأسف للأسر اللي هي مش الأشد فقرا، للأسر اللي قادرة تعيش، ونحن طالبين من وزارة الشؤون إعطانا إعادة النظر بهذا الموضوع. ولكن أرسل لي صور عن تردي الخدمات في بعض مناطق عكار، خصوصا بالمراكز المؤسسات العامة اللي هي بتقدم خدمة للناس. فمختار يعطيك العافية. مختار، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. كيفك مدام ريبيكا؟ الحمد لله. يعني إذا نعم تفضل. نعم. أول شيء بدي أشكرك على اهتمامك الكبير بموضوع وزارة الشؤون، لأن حكيت لي تحت الهواء وقلت لي عم تتابع الموضوع، وهذا الموضوع إذا بتعرفي قديش أهميته للفقراء بعكار ولكل المحتاجين بالأخص بهذا الوقت المؤسف المحرومين من هذا الوضع، بدي أشكرك. صحيح المؤسف مختار إنه الحاجة صارت أكبر وزادت العائلات للأسف يلي صارت تحت خط الفقر، يعني صار بدنا عدة برامج يقدر يستوعب اليوم واقع الناس الأليم معيشي وغيره. إذا بدي أستعرض أنا وياك واقع الخدمات المتردية بعكار ببعض المناطق، وأنتم كرابطة مخاتير عم تتداولوها، لأنه المختار كمان ببعض المناطق هو عم بيكون صوت الناس، بقى من وين بتحب نبلش؟ أنا عندي سلسلة من الصور يلي بعثت لي هون يلي بيعبروا عن معاناة، يعني هون عم تحكيني عن مينا العبدي؟ عن كور العبدي ببنين العبدي. صحيح. كورنيش ببنين العبدي اللي هو عندنا شاطئ بحري من أهم الشواطئ الموجودة بلبنان، وعندنا الصيادين اللي بيجوا بيشتغلوا يومي. نعم. للأسف أنه برضو تنظيف الشاطئ هناك وبرضو اهتمام في كبر الدولة ينزل على تطلع معه، للأسف نحكي نفسيات بدل ما يطلع معه سمك. نعم. إذا انتقلنا من هذه النقطة تنحوط حتى مطرح تاني كمان، يعني نعم. تفضل. عند موضوع الجامعة اللبنانية، موضوع المبنى الجامعة اللبنانية، نحن الموعودين من كل السابقة ومن كل النواب الحاليين والسابقين، للاسف تدخل مثل ما تدخل امبارح في حط التيار الوطني الحر، الناس موجود اكيد. نحن بنستنكر، اكيد نحن بنستنكر اي شيء بخل، يعني لا حرق ولا اقفال ولا كمان تعدي على الناس، هذا كله نحن بنستنكره اكيد. مدام ريبيكا انا من خلال حضرتك بتنكر اي حادث كثير لبنان، ثوره فكر ومحبه وكل الطوائف وما حدا بيقدر يفرقنا عن بعض.
100%. ما حدا يقدر يمنع حدا يفوت على تسروان ولا على طرابلس. نحن هاي الثورة فتحت البيوت كلها لبعض البعض من كل الطوائف. صحيح. هذا العمل مشبوه ومردود على أصحابه. هون شو عم نشوف هيدي الصورة إذا كان قدامك الشاشة؟ يعني مثل دخنة، يعني حدا عم يحرق زبالة هونيك على الشط. للأسف عم يضطر يحرق نفايات هونيك، يعني لأنه ما في اهتمام. هذا شاطئ اللي عم تشوفيها هاي الصورة. نعم. أهم منظر موجودة بعكار، من شواطئ عكار عم يشيط عليها حرق للنفايات، وللأسف المجاريد كمان وصل على البحر الطرف الصحي كمان. مين مسؤول عن هيدي النقطة هون؟ أي بلدية؟ نحن مسؤول عنا بلدية ببين. نعم. اللي حاولت كتير تشتغل، بس البلدية ما تحل مطرح الدولة. صحيح. يعني هي بدل الوزارة تيجي تحط وزارة البيئة. نعم نعم. يعني بين بور العبدة وبين الصيادين عم فوت هون على سوق الخضرة، يعني ما بعرف إذا ماي إذا مجرير إذا إلي، شو عم بيصير بسوق الخضرة؟ كمان مثل ما الصورة اللي موجودة قدام حضرتك، يوصل المواطن من عكار أو مواطن لبناني طيب بده يجيب أغراضه بتكسر معه سيارته بسبب الطرقات الموجودة، وما في اهتمام بسوق الخضرة، وللأسف أغلبية البضاعة عم بتفوت كده التهريب. الصوار عم بيوقفوها، والمصفين هن غرب كمان منهم من عكار، والصوار عم بيوقفوا، يعني عم يشتغلوا شغل الدولة بإيقاف شاحنات التهريب. صحيح صحيح. ومن هون بدي أخبرك كمان مدام ريبيكا بموضوع الجمارك. نعم. كنا نحن ويانا عم نحاول نكون نعمل حدود مرتبة ونشتغل على أنه يكون في دولة على الأرض. فجأنا أنه أحد رئيس المركز من بدل الشيخ محمد ركب فيلم علي انا واتهمني اني اكلت اكلي بالمال اللي انا كنت عليها عم نتساعد. نعم. رجعوا نكروها الاعلام، يعني عم يحاولوا يعملوا فتنه ويتهمونا بالزعرنه. نعم. ونحن نزلنا على الشاحة نقول بالاخص صور مين العبدي، بدنا الدوله، نحن مع الدوله بس بدنا هون مدخل العدالة. هيدا مدخل ببنين العبدي، ما هيك؟ هيدا الطريق العام علي جوار، هيدا الطريق مدخل بيخدك على مطار الإقلاعات. صحيح. مطار يا الموعود الموعود. نعم. اللي حلم كل عكاري، اللي احنا ناطرين اطار الهيئة الناظمة للطيران واللي نعدنا فيها، فتلاقيش عنا الوزير على عكار وقال هذا الحاج بتروحوا من الإقلاعات. نعم. كل بيشي بيكذب علينا وكل بيشي بيعمل أفلام محروقة علينا. عنا أهم مطار موجود بلبنان وبيقدر يسهل على كل أولاد الشمال وعلى أولاد لبنان كله بأمن وظائف، وهذا حلم كل عكاري. نعم. نحن ما عم نقول بدنا شيء ما يتحقق، المبنى موجود والارض موجوده والمساحه موجوده، بس شو في طريقه وكيف. نعم. مثل ما عم تشوفي حضرتك. وهلا خلونا نكون لنا مطار. وهلا انتقلنا لاحدى المؤسسات العامه، فايت المي عليها، وشو صاير هون؟ هيدا اللي عم تشوفيه قدامك مركز نفوس حلبة بمحافظة عكار، يعني اللي انتم كان جميع مية المجاري عم يدعس عليها المواطن اللي بده يعمل اخراجات او اللي كان عنده اي معاملة. ومثل النفوس اللي موجود بلبنان اللي امبارح نقلوه للطابق الثالث كمان، في معاناة عند الناس، والسجلات فيها مشكلة كبيرة بعد لهلا، في ناس ما عندها قيود. نعم. يعني حرام بال 2020 ناضين ليصير عندنا مكنن نحن بالكرت الزر يطلع عندك اخراج قائد ترتيبان بدك تبرم، اذا مواطن بده اخراج قائد بدك تبرم اربع قاعات لتقدر تعمل له اخراج قائد، وما في عندك موظفين، وصار في اشكال نحن مع احد الموظفين وتدخل فيها المدير العام ورفعنا الصوت انه نحن بدنا الدوله، نحن عم ندفع حقوقنا عم ندفع الضرائب موجودين. ليش طلعت هي الثوره مدام ريبيتا؟ نعم. طلعت لتقول لهم انه نحن من عكار جزء من لبنان. أكيد. ما بيعرفونا الا بس بالموت او الا اذا بس بيجي عليك ابن كثرين امبارح بكحشك. يعني هلا خلينا بعكار كمان. هون عم شوف كمان مؤسسه عامه، هيدي الضمان هون مركز المحافظه. مركز المحافظه بحلبة. حضرتك مركز المحافظه بحلبة صحيح. نعم. واللي كنت عم طور النفوس اللي تحت الارض مركز النفوس، دارة النفوس. احنا موعودين من وقت اللي اجى معنا سعاده المحافظ على عكار. نعم. انه يكون عندنا عقدي، يكون في عندنا، جابوا لنا سعاده المحافظ مشكور عم يتعب، بس ولكن ما حدا عم يساعده من قبل الدوله. نعم. لا في عقدي بعكار ولا في مؤسسات على اساس ينعمل مبنى سرايا يليق بابناء عكار، ينعمل مبنى نفوس يليق بابناء عكار، ينعمل مبنى جامعه، سوق خضره، كله عندنا شمه للذوق. وهلا بتشوفي صور معاملات بالضمان كمان اللي بعثت لك اياهم لحضرتك. هلا رح نشوف بالضمان في موظفين من قصر 20. يعني الضمان في ثلاث موظفين من قصر 20. هلا هون عم شوف عجقه السير، يمكن ما هيك؟ هيدا ضغط. نعم. هيدا ضغط السير اللي عم شوفه هلا. هيدا اللي عم شوفيه ضغط السير. للاسف بدي خبرك اذا من مفرق بابنين لمفرق برايي لا تروح على حلبة بتوصل على بيروت ولا بتوصل على حلبة، لانه عندك مفرق. قديش المسافه؟ كم؟ جسر. نعم.
كم كيلومتر هون مختار؟ الصورة قدامك هذه قدام مبنى ساحة حلبة، يعني بدلك ساعتين دائما من الساعة 1 لساعة 4 بتقدر تمر، بالأخص يعني إذا الطريق منا مقطوعة وهي الطريق ما عم تنصي عم تشوفي العجقة. نحن الطريق أنا مقطوعة حكما لأنه العجقة موجودة وين ما كان، لا منه بالجوار منه، ما في عندك جسر، ما عندك رامبوان، ما في اهتمام، وحتى هلا في عندك صورة بتشوفي رامبوان مدخل عكار كيف معمول، يعني جسر ما قدروا، يعني نحن ما في عندنا دولة بعكار ولا عندنا اهتمام وزارات ولا عندنا أي مشروع تنفذ من يوم اللي كانت تكونت الدنيا لهلا ما دامر بيتها. هيدي الملفات، هيدي الملفات يلي مكدسة كنت عم تحكيني عنها، هي ملفات الضمان المكدسة، هي ملفات الضمان المكدسة اللي بيروح أي مواطن مضمون بيقدم بيقدم دواء يقدر يستفيد منه، يمكن ابنه بيتوفى وسطه بيقبض الشيك. هلا وعدنا امبارح طلع تعميم من مدير عام الضمان انه بدءا من 2 شباط، يعني من امبارح خليني اقول عمليا بلشوا يعني السلفات توصل على المراكز بحسب حاجتها لاخر السنه، يعني ان شاء الله هلا الناس تلاقي يعني الاختياري يعني جاي بعدين. بدنا جلسه وزراء حكومي بعكار يكون، حتى عكار ما عم تتمثل. يلا خليكن عنا حكومي وبعدين بنشوف شو بنعمل. لا حسن، انا عم نسال حضرتك تشوف الراي العام، بس ولكن نحن ما عندنا ثقه بهي الحكومه. نعم ما عندنا ثقه ولا حنمنحها الفرصه، لانه اللي قبل منا اللي كانت فيها كل الاحزاب ما قدروا عملوا لنا شيء، فهذه جاي ضد نحن يعني لا ثقه، ولكن عم بتفرجوا واقعكم هالاليم يلي عم يتراكم سنه ورا سنه. صحيح. مدام ريبيكا انا بتمنى حضرتك زيارتك على عكار وتيجي حضرتك تشوفي بعينك وتصوري وتشوفي، انا اعطيتك نموذج صغير من الوجع الموجود بعكار، ان كان من المزارعين، ان كان من الصيادين، ان كان من شفريت التاكسي، ان كان من الوظائف، يعني حتى اللي عندهم معهم شهادات ومتعلمين ومتخرجين ما عم يقدروا يتوظفوا بالدوله. قبل ما عم نحكي هلا، عم نحكي قبل. نعم بدك مين توصل لتقعد تسجل بالجامعه بالحدث، بدك مين توصلك انت تفوت ضابط برلين لهلا الى 4 سنين ما تمثلت بالضباط. ايه بس بدي لك شغله، بس قضيه الجامعه اللبنانيه اذا في قرار يكون عندكم فرع للجامعه، ليش لليوم اذا المبنى موجود الارض موجود ليه لليوم بعد ما صار؟ انا قلت مع الاستاذ نصير غانم قبل على الام تي في، نعم، وقلت له المبنى موجود، بس للاسف طلع النائب الموجود اسعد درغام قال هذا الموقع منه صالح، بده يعمر مبنى جديد بيطلع بيت، انا ما بعرف منين بدك تجيب مصاري بظل الدوله مكسوره لتعمر مبنى والطفل اللي بده يتقلي. هلا خلينا نبلش بهذا المبنى لحين ما تتامن مصاري لمبنى جديد. هذا اللي نحن قلنا انه موجود وهذا الحكومه السابقه وافقت عليه، بس طلع في عمل خلاف، اسعد الرام بيتحمل المسؤوليه كامله وانا مسؤول عن كلامي، هو بيتحمل المسؤوليه. طيب اذا بننتقل لقضايا ثانيه كمان بعد بال بعكار يعني اللي عم بتعانوا منها، ذكرت معظمها مختار. نعم. يعني نحن يعني اليوم رح نضعها كلها هيدي طبعا بعناية الدولة، ما بعرف أي دولة يعني أي حكومة، يعني النواب يعني كمان كان لازم يلعبوا دور كتير مهم حتى ما نترك هالقضاء هيدا يتخبط بأمور يومية عم بتصيب المواطن العكاري يلي عم بيقوم بواجباته تجاه الدولة. مختار يعني كرئيس روابط مخاتير عكار، أنا بدي أشكرك زاهر الكسار على اليوم عم نضوي نحن وياك على أمور واقعية، يعني ما عم نخترعها حتى نقول أنه مفروض يكون في التفاتة أكتر للناس، وعلى أمل بالمستقبل نقدر نلاقي حلول جذرية وسريعة. أنا بشكرك وفاصل. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في وباخد اتصالاتكم على 04-444-444. باخد اول اتصال. الو الو تفضل. مرحبا. انا مواطن لبناني اخذ قرض من المؤسسة العامة للاسكان. نعم. من اكثر من 5 سنين. نعم. وصرت دافع 61 سند بانتظام مقصر، بس هلا بشهر 11 وقف الشغل كله والمؤسسة اللي عم بشتغل فيها سكرت. يعني رحت دفعت ثلث السند اللي قدرت دفعته مشان ما اقطع بالمرة. نعم. فأول امبارح دفعت ثاني سند كمان الثلث،
بتفاجأ بيقولوا لي انه عليك بنالتي ولازم تدفع السندين كلهم سوا قبل وهيدا. فقلت له لا، بمجلس النواب يعني السلطة التشريعية اقرت انه معكم سماح لشهر 6 لا تتدبر الامور ونشوف البلد وين بيصير، ونزلت بالجريده الرسميه قال لا للاسف نحن بعد ما التزمنا فيها بالنوكي. هي بعد ما لانه بعد ما نزلت بالجريده الرسميه، يعني هي لازم هي لازم تنزل بالجريده الرسميه، بس تنزل بتصير قابله التطبيق. ما دام ما نزلت هلا في بعض المصارف يعني معلش ما عم تاخذ بعين الاعتبار امور الناس، لانه بعرف في مصارف عم بيروح المواطن عم يحكي مع مدير المصرف عم بحطه بجوله، وفي عم بيكون في اجراء معين. بس مبدئيا اليوم اللي اقر بمجلس النيابي بده ينزل بالجريده الرسميه حتى يصير تطبيقه نافذ. ان شاء الله ينزل هالخميس، ما بعرف يعني ان شاء الله ينزل اليوم بجريد رسمي تبع اليوم ان شاء الله. يعني هيك بفهم انا انه ببطل له حق البنك يجي يرفع علينا دعاوى ويسترد لانه كله مرهون لا لك شغله معك حق. يعني هلا هذه القروض في شيء مدعوم من مصرف لبنان، في شيء من جمعيه المصارف بتعطي رايها، في يعني بدهم اكيد موافقتهم. بس لما طلعت هالتوصيل مجلس النيابه ناطرين انها تتبلور بتنزل بجلسه تصير رسميه وعلى ضوءها بينعرف. يعني انا صراحه ان شاء الله بحلقه بكره بقدر اتواصل مع سعاده النائب ابراهيم كنعان حتى يوضح لنا شوي اكثر هذا القرار. عرفت هالقرار طلع توصيه ويلي هو مفروض يطلع بالجريده الرسميه ويصير نافذ. اهلا وسهلا فيك، بفهمك لانه كتار عندهم هيدي المشكله، مش لي على كتار من الناس، يعني ما في حدا منه اخذ قرض يا اسكان يا شيء تاني. اتصال اخر. الو اهلا. بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. اهلا، يعني كتر خير الله اللي عنا بالام تي في وبرنامج الحل. اهلا استاذ علي. وبرنامج الحل عنا اللي عم بيوصل صوت اللبنانية الذين لا صوت لهم. اهلا وسهلا فيك استاذ علي، تفضل شو عندك اليوم؟ عندي تسلمي لي انه نحن عندنا بمشروع عين سعاده بالسنتلي، مشروع السنتلي. نعم. عم تجينا فواتير الموتور. نعم. انا اخذ 10 امبير. نعم. الشهر الماضي دفعت 439,000. نعم. وهالشهر هيدا 340,000 الفاتوره جاي. نعم. وعندنا هون مشروع 12 بناية وأكيد في شيء تلاعب بالموضوع. حكينا مع وزارة الاقتصاد، بحكينا مع الهاد، ما حدا عم برد علينا. حاطين عداد أستاذ إيدي؟ نعم. حاطين عداد عندكم؟ حاطين عدادات، بس مثل ما عم بيقولوا لي إنه وقت اللي عم تنقطع الكهرباء عم بيدوروا مطار لغير مشروع وعم بيضل تصرف الكهرباء عنا. ليه كيف بتصير هاي؟ ما فيك تعطي كهرباء من مصدرين. ليش المشروع في ناس بتنقطع عنه الناس لا؟ يا ما كلكم على نفس الخط بوست الكهرباء. احنا كلنا على نفس الخط. ايه ما في حدا يعطي مصدرين كهرباء، يعني ما بينعطى كهرباء من مصدرين موتور وكهرباء سوا. بلكي الكونتاكتور بريوريتي موتور او شيء، يعني سوا نحكي على نية تقنيات. ما هي التقنيات انه اللي عم بيعملوا وقت اللي عم تنقطع اللي عم تيجي الكهرباء عنا. نعم. هو عنده كذا موتور عم بيوزع على غير منطقة، ما بيقدر يفوتر عليكم يعني. هو ما بيقدر، بس عم لأنه عدادك استاذ قليل على هداك الموتور اللي عم بيدوره مشان المشروع الثاني. لقلك استاذ علي، استاذ علي ما بي يعني ما بيمرك العداد الا اذا كنت عم تاخذ من الموتور لعندك عدادك هيدا. هلا هيدي موضوع تقني، بس انا اللي بدي اقول لك بالمجمل الموضوع مش لوحدكم، يعني هالشهر طالع صرختكم، يعني صار جايين كتير اتصالات من عدة مناطق انه فاتورة الموتور كانت شوي مرتفعة، وكأن يعني الناس شاكة انه ليش جاي هالقد مرتفعة. هلا نحن بنعرف انه كان في تقنين قاسي بالكهرباء، بس بعرف كمان انه كمان اصحاب المولدات اتصلوا فينا انه هن كمان مش راضين لانه حاسبين لهم المازوت على 18,000 هن دافعين 23,000 و22,000. وفي آلية يعني كان مفروض يرجع لجنه من اصحاب المولدات ترجع تقعد مع هالوزاره تنسق الموضوع، لانه لا المشترك مرتاح ولا صاحب مولد مرتاح، وكهرباء البيمه رح تعطيك 24 يعني.
في مشكلة هلأ من جديد قائمة ما حدا مرتاح فيها. المواطن عم يدفع كتير لأنه عم تنقطع كتير الكهرباء، لأنه عم يدفع مولد كتير كمان، وصاحب المولد بيقلك أنا خده موتور ما بقى بدي كمل. مشكلة، في مشكلة صايرة. إن شاء الله وزير غجر أو اللجنة اللي بده يكلفها ترجع تجتمع مع المولدات مع الاقتصاد، يشوفوا كيف بدهم يدعموا المواطن اللبناني بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ إيلي، بس مفروض كانت حماية المستهلك ما تطنش لأنه هيدي من مسؤوليتها. بياخد اتصال آخر. ألو 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 أهلا تفضل. ألو مرحبا. مرحبا. معك مواطن لبنان. إيه شو عندك؟ عندي أنا عامل عملية مترام. نعم. وعم بنزل على هذا الوزارة ما عم بيعطوني اكياس لانه انا صرت على جنب هون. وين عم بتروح يعني على الكارنتينا يعني؟ على الكارنتينا يا اختي. ايه خلص. بيعطوني شهر. نعم. بيعطوني شهر شهرين ما بيعطوني. دكور خليني انا شو بدي اعمل؟ خليني اشوف ليش مش متوفرين وليش هالتاخير وبجاوبك على الاكيد. هلا ما بعرف ليه بيعطوا شهر شهرين، لا بدي احكي معه لشوف اذا موجود ولا مش موجود، حتى ما يتعذبوا المرضى من مناطق بعيده ينزلوا ما يلاقوا للكيس ولا الدواء. عرفت كيف؟ خلينا انا اتواصل مع وزاره الصحه ومع مع الكارنتينا حتى اقدر جاوبك بكره اذا الله راد. سلامتك. وقتنا انتهى لليوم، اكيد بتجدد بكره مع الحل عنا ام تي في. الى اللقاء.